معانا على التليفون الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. دكتور أهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذة إيمان، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. أهلا بك يا دكتور. الأول بس خلينا نقول تفاصيل أكتر عن هذا البروتوكول أو التعاون اللي هيحصل إمتى وإزاي وفين. يعني هو الحاصل إنه منذ فترات طويلة سابقة وما زال إنه المستشفيات المملوكة للقطاع الخاص بتقوم باستخدام خبراء أجانب بيقدموا الخدمة العلاجية من خلال هذه المستشفيات مقابل أجر بيدفعه المريض، ده أمر معتاد ومعروف. الفكرة الجديدة إنه ما الذي يمنع إنه هؤلاء الخبراء اللي هو جاي أصلاً بياخد أجر من المستشفى عشان يقدم الخدمة العلاجية في المستشفى الخاصة بيه، إنه يمد زيارته دي يوم أو يومين ويقوم بتقديم نفس الخدمة العلاجية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة للمترددين على هذه المستشفيات بدون مقابل، وبتتحمل المستشفى الخاص الأجر اليوم أو اليومين دول. هو ده فكرة البروتوكول، إنه ده من خلال التعاون مع مقدمي الرعاية الصحية الخاصة الوطنيين، هم كده كده بيجيبوه، لكن هم وافقوا بالتعاون مع وزارة الصحة إنه يمتد الزيارة بدل ما هي 3 أيام تبقى 5 أيام، 3 أيام هيبقوا موجودين في المستشفى الخاصة مقابل أجر لمن يرغب وال فيه وال ومن لا يرغب في أحد. العمليات يعني خلينا بس نأكد ان حضرتك بتقولي انه كده كده المقتدر بيقدر ان هو عن طريق المستشفى الخاص ان هو يعني يستدعي طبيب من الخارج بيدفع التكلفة بالظبط بشكل مباشر للمستشفى الخاص وللخبير الأجنبي، فالخبير الأجنبي أو هذا الطبيب كده كده موجود في مصر، فبالمرة بدل ما يقعد يومين لا يقعد 3 أو 4 يقعد 4 ويعمل عمليات بالمجان، هيقوم بمناظرة المرضى، إجراء التدخلات الجراحية، ومش بس كده، وتدريب الطواقم الطبية اللي موجودة في مستشفيات وزارة وده مهم الصحة جدا على الأحدث ما وصل إليه العالم في طيب. المجال الطبي. فالحقيقة ده بروتوكول هو تفكير خارج الصندوق بتوجيه من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إنه إزاي نستفيد من ما يحدث لخدمة المواطن المصري بدون تحميله أي نوع من أنباء الأنواع مين هنا اللي الأعباء أو هيدفع التكاليف. النفقات؟ يعني ال 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 الجراح اللي جاي من الخارج أو طبيب اللي جاي من الخارج، مين هيدفع له نفقات اليومين 3 زيادة؟ المستشفى اللي هو ده البروتوكول، المستشفى اللي هي مستقبلة اللي الخبير تتحمل. ده هي اللي هتدفع النفقات ليه عشان يقوم بهذه الخدمة في مستشفيات وزارة الصحة. زي ما حضرتك قلتي، ده مش بس هيسهل للمواطنين إن هم يكشفوا في مستشفيات وزارة الصحة من خلال الخبراء الأجانب، وهيسهل للطواقم الطبية إنها تتعلم من هؤلاء الخبراء، كمان زي ما حضرتك قلتي إنه هيقلل احتياجنا إحنا لإرسال المواطنين للسفر إلى الخارج في حال عدم وجود علاج هايل. لهم داخل مصر. العمليات هتتعمل في المستشفيات التابعة للدولة، في وزارة الصحة. المستشفيات التابعة للدولة الحكومية، تمام. مستشفيات وزارة الصحة والسكان. طيب القصه طبعا وحضرتك عارف انه ساعات في بعض العمليات، يعني انا كنت لسه بقول ان بيجي لنا بعض الحالات اللي بتكون محتاجه تتعالج في الخارج، القصه ساعات مش بتبقى بس الدكتور، بتبقى كمان الامكانيات بقى الخاصه بالمستشفى، بالتمريض، ببعض الاجهزه اللي بتستخدم في عدد من العمليات اللي ممكن ما تبقى مش هو متوافره عندنا. احنا بنعمل وفق معايير عالميه، وهؤلاء الخبراء لا يقدمون على عمل اي تدخل الا اذا كان المكان مؤهل. تمام. احنا بيتم اختيار الاماكن المؤهله، واحنا الحمد لله خلال الفتره منذ تولي السيد الرئيس عندنا طفره في الانشاءات والتجهيزات الخاصه بالمستشفيات الحكوميه. طيب وعندكم كل المعلومات الخاصه مثلا بالحالات، يعني ده لازم يبقى فيه تنسيق معلومات ما بين المستشفيات الخاصه، مثلا الجراح او الطبيب القادم هو متخصص في حاله كذا وكذا، هو واحنا عندنا طلبات احنا خاصه دورنا بالمرضى. كوزاره الصحه ان احنا بنمنح الترخيص لهذا الجراح للعمل في مصر زي كل دول العالم، في جهه مسؤوله، مش اي حد يقدر يسافر ويقوم بالتدخلات الطبيه بدون ان يحصل على ترخيص من الجهه المسؤوله عن الصحه. بمزاوله وزاره الصحه نعم. هي الجهه المسؤوله عن منح التراخيص لهؤلاء الخبراء، ده بيستتبعه عشان اديله الترخيص اللي بيكون عندي كل المعلومات التفصيليه عن مؤهلاته وشهاداته وخبراته، فده بيبقى موجود. وبعدين قبل ما بيجي بيبقى فيه تنسيق للمرضى بانه بيبقى فيه كشف مبدئي عشان يشوف الحالات بالظبط من خلال الاطباء المصريين
لتحضير الحالات للخبير الأجنبي. علشان لما يجي طبعا الخبير الأجنبي يقدر يشتغل على طول. هنبدأ امتى يا دكتور؟ يعني هل دي الفكرة فكرة محترمة جدا جدا، امتى بقى هيتم البدء في احنا تطبيقها؟ يعني بدأنا فعليا بمجرد يعني ان شاء الله خلال الشهر ده هيبقى فيه زيارتين او ثلاثه لمستشفيات، لان احنا عملنا البروتوكول مع اكثر من 5 مستشفيات. فالمستشفيات دي بيجي لها الخمسه بيجي لهم على الاقل كل مستشفى يعني كل 3 اشهر او 4 اشهر بيجي لها خدير او 2. فاحنا بمعنى كده ان احنا في المتوسط هيبقى عندنا كل شهر او كل شهرين في زياره من خبير او خبيرين يعني. تمام. طيب خليني بس افكر حضرتك بقى، يعني حضرتك معانا، فالاسبوع اللي قبل اللي فات تقريبا من اسبوعين كنا عرضنا هنا في مساء دي ام سي حاله لمواطن اسمه خليفه سعيد زيان، مشكلته كانت انه بيعاني من شلل رباعي وكان بيحتاج لعمليه زراعه شريحه كهربائيه، وعرفت ويعني واحنا شغالين انه في تواصل حصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه، وانه وزاره الصحه قالت انها تتبنى هذه الحاله، هل حصل اي جديد؟ حصل ان احنا شفنا الحاله وتابعناها، بس هو الحقيقه بيبقى المريض دائما معلق بقشه، واحيانا بيبقى سمع عن حاجه هي لم تثبت بشكل واضح وعلمي ومثبت انها ناجحه، لكن هو يعني بيقول لك نسبه 1% احسن من الصفر. الحقيقه مش دايما الامور بتحل بهذه الطريقه، فاحنا تابعنا الحاله وعندنا التشخيص. الجهاز اللي هو يامل انه يتم تركيبه ليه حتى هذه اللحظه لم يثبت انه ناجح في مثل حالته، لكن ان شاء الله احنا هنحاول من خلال البروتوكول ده برضه نعرضه على احد الخبراء المتخصصين اللي هيجوا مصر باذن الله. هايل. يعني ان شاء الله خليفه اللي احنا شايفينه في التقرير يكون، يعني ان شاء الله يعني يكون ليه فرصه في العلاج من خلال البروتوكول ده، انه ناس جايه من بره ممكن يكون يعني تقدم اي فكره او شيء جديد ممكن يساعده، صح كده؟ مظبوط يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه.